مكملين معاكم مع محمد فوزي. محمد، عايزين نعرف الأغنية دي معمولة لمين واتعملت امتى؟ ايه الأغنية دي معمولة لحد؟ بس هي الأغنية دي شاعر صاحبي محمد رأفت كان كاتبها لخطيبته، اللي هو اللي كتبها يعني، كان كاتبها لخطيبته وغناها له، يعني غناها لها في خطوبته. والحن مين؟ كويس. فلما أنا جيت أختار أغنية للفالنتاين، قعدنا أنا ومحمد رأفت ما لقيناش أحلى من حاجة زي هي كده، فعلا كلمتها حلوة. لأن هي فيها براءة، فيها الحب المحترم البريء اللي هو بنية الجواز يعني. ألحان مين؟ ألحان أحمد مصطفى، توزيع أحمد حسام. بس خلينا أتكلم بصراحة، قول. يعني أنا ساعتها كنت مرتبط، يعني كنت خاطب يعني، فحبيت إن أنا كنت أهديها لها يعني. بس قبل ما انفذ الكليب يعني، الموضوع للاسف يعني ما حصلش نصيب. بس نفذت شفت ان انا كان الاغنيه. عندي حق، شفت ان هي كانت معموله لحد. بس محمد، خليني اقول لك حاجه. يعني انت يعني حيرتني معاك النهارده. انت يعني ما شاء الله غنيت اغنيه وطنيه مليئه بالمشاعر الوطنيه، غنيت للام مليئه بالمشاعر الانسانيه تجاه ابن بار لوالدته، غنيت اغنيه واحد لحبيبته. انت ماشي في اي اتجاه، ولا انت كوكتيل مجمع؟ هو غالبا هيبقى كده، كوليكشن يعني، تجمع ما بين الستايلات كلها يعني. انت كويس ان انت مش واخد لون. لا لا، مش لون واحد. وعلى فكره دي اول مره اغني حاجه عاطفيه لاغنيه الفالنتاين دي، طلبت ايديها، لكن الحمد لله كان اختيار صائب. والكلمات انا براعي، عندي مبدا شويه في الكلمات. الكلمات زي ما انتم شايفين فيها الحب البريء المتدين. انت في الفاصل اعترفت لي انك هتتجوز بعد 5 شهور، مبروك مقدما، وانك عامل هتطلع البوم. البوم انت بتتلخبط ليه كده؟ طيب البوم قريب، وانك انت عامل اهداء ليها او اغنيه ليها بمناسبه الجواز ان شاء الله. نسمع ايه بقى؟ بالظبط كده، وان شاء الله باذن الله يعني قريب باذن الله يعني كده. لا ما تقولش قريب، انت سمعها لنا على طول. لا بس انتوا عايزين، احنا دي اغنيه الختام. طيب دي اغنيه الختام. اغنيه الختام دي احنا هي دي بقى الاغنيه بتاعت الام. اغنيه الام اللي هي نازله النهارده بالليل ان شاء الله. دي الام يعني. لا استنى، احنا ما وراناش حاجه. انت وراك حاجه؟ لا مش ورايا حاجه، بس احنا غنينا، هو بس احنا غنينا في الاول 6 الحبايب بتاعت محمد. محمد هتغني الاثنين، غنينا حته من هنا وغنينا حته من هنا، احنا لازم نسمع. حاضر. طب يلا خلاص، يلا ماشي اتفضل. هتبتدي بايه الاول؟ هبتدي بالاهداء بقى. بالاهداء؟ ايوه، اللي هي لحبيبتي يعني. لحبيبتك، وبعدين نختم بوالدتك. اوكي يلا. طيب ماشي اتفضل. يلا بينا. انت هدية وما بعتالي اكتر من اللي كان في بالي، ومعاكي قلبي حاسس بفرحة في خيالي، لابسة فستان وطرحة قدامي واقفة وبتوحشيني. انتي هدية وما بعتالي اكتر من اللي كان في بالي، ومعاكي قلبي حاسس بفرحة في خيالي، لابسة فستان وطرحة قدامي واقفة وبتوحشيني. ايه هو ردك؟ جاوبي وقوليلي، انا لو سألتك تتجوزيني. ايه هو ردك؟ جاوبي وقوليلي، انا لو سألتك تتجوزيني. طمنيني بكلمة منك، وافقي يلا وفرحيني، ووعدك ان ابقى جنبك هتقبل حتى ما تحتاجيني، وابقى قوة وتضعفك يوم ما تتمني تلاقيني. بساعدك يا حبيبتي وانتي بابتسامتك تسعديني، تتجوزيني.
كان دايما عليك تتجوزيني تتجوزيني. اسف ان انا بس عايز اكمل. الله الله ردها كان ايه عليك لما قلت لها القصيده العظيمه دي؟ لا ثانيه واحده في بعد خمس شهور الراجل لا ثانيه لا سكتت وعملت ايه؟ سكتت وقفلت المكالمه وما اتكلمتش يعني. وبعدين لا ما هي حاجه اتعلم انا عايزك تتعلم. شايف شايف الناس اللي عندها مواهب وطلعها بس بعد كده بعتت مسج يعني انا موافق. محمد دي كلمات مين؟ لازم تبقى موافقه يا هاني ده فرحه بعد خمس شهور ركز شويه. دي كلمات والحان ولد صاحبي اسمه رامي الغمراوي. دي ان شاء الله بتتنفس حاليا وفي نفس الوقت انا بنفس كمان دلوقتي اغنيه اوبريت ان شاء الله يكون لمصر. لا بس استنى الاغنيه دي هتنزل سنجل ولا هتنزل جوه البوم؟ سنجل هتنزل سوري في الالبوم. في الالبوم اللي هو ان شاء الله اول البوم ان شاء الله هيكون هيتم انتهاء من تنفيذه كمان سبعة شهور كده بإذن الله إن شاء الله.